السلام عليكم، مين في هنا؟ أنا هنا. شرطة الأعداء في داعش. يا هلا يا هلا، وش أساعدك؟ عندي أمر تفتيش عن الأفلام الخلاعية. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا ما عندي أفلام خلاعية يا حضرة الشرطي. اقسم بحياة الخليفة. وحياة الخليفة البغدادي، إن شاء الله يموت إذا كنت كذاب. ما عندي أفلام خلاعية. سوف نرى. يا كذاب يا منافق، سوف نذبحك. ما هذه الأفلام الخلاعية؟ ها؟ وهذه الأفلام؟ وهذه؟ وهذه؟ ما هذه الأفلام؟ كذاب، أنت تبيع وتؤجر الأفلام الخلاعية. أعوذ بالله، هذه ليست أفلام بورنو، هذه أفلام تثقيفية تربوية. اقرأ، تعلم أصول النكاح يا مجاهد بالسلاح. هذه أفلام تثقيفية إذن، وفين نطبق الدروس؟ هنا يا مجاهد، قبل ما تدخل أنا كنت بساوي له دورة تثقيفية. أنا عديم الثقافة. تعال نتثقف سوا. تعال، ما أجمل الثقافة، ما أجمل، ما أجمل الثقافة.